والآن أود أن أرحب بالسيد ديفيد مالتاس ممثل البنك الدولي. شكرا جزيلا وأشكر سيادة رئيس الوزراء مدبولي على والوزير سامح شكري على استضافة هذا الحدث. الدول النامية تواجه مزيدا من التضخم والمزيد من الأزمات المالية. هذه الأزمة التي تواجه التنمية نفسها وآثارها تمتد لتقليص الاقتصاديات وزيادة الفقر وتقليل فرص التعليم وأيضا عدم إتاحة الفرص للحصول على المياه أو الكهرباء أو البنية الأساسية. إن البنك الدولي منخرط في تمويل المعافاة من كل هذه المشكلات التي تنجم عن التغير المناخي، ونحن نقوم بزيادة التمويل الخاص بمواجهة هذه الكوارث مثل ما حدث في باكستان. ويشمل ذلك التزاماتنا نحو التكيف، ونحن قمنا بتخصيص مبالغ كبيرة لمواجهة ولتحقيق هدف التكيف، وهناك زيادة في مواردنا ونحاول أن نزيد من قدراتنا لتنفيذ الالتزامات. نحن نتعامل مع أزمة المناخ بالعمل وبالتأثير. نحن نعمل على تشجيع استخدام الطاقة المتجددة، والتمويل يأتي من مصادر متعددة تشمل القروض من كندا وكذلك المنح المختلفة. هناك مشروعات قد تستغرق وقتا طويلا، وهي تشمل التنفيذ وتعتبر هي العنصر الأساسي في دعم هذه الدول. ولدينا شركاء يشاركوننا في هذه المنصات وتلك المبادرات. مع زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فإن البنك الدولي قام بعدد من المشروعات لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، ونشرنا التقرير الخاص بجنوب إفريقيا الأسبوع الماضي، والذي أظهر أن المشروعات التي تم تبنيها قد أحدثت فرقا في حياة البشر هناك، وهذا يظهر أهمية دمج القطاع العام والقطاع الخاص، وهذا يظهر النتائج المتولدة من اجتماع جلاسكو وتأثيرتها. ورئيس الوزراء كان عطوفا بشكل كبير لأن نطلق مبادرة CCDR الليلة الماضية. إن العمل المناخي والمشروعات المختلفة تمثل الركيزة الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها. نحتاج أن نزيد عدد المشروعات التي يتم تنفيذها لتقليل انبعاثات الغاز، وكذلك يجب أن يكون هناك خطة عمل تهدف إلى تقليل الانبعاثات. لدينا العديد من الجهود المتجزئة، ولكن نحتاج أن يكون هناك عمل جماعي يعمل على تقليل الانبعاثات، وهذه المنهجية الشفافة التي يجب تبنيها. نحن أيضا نعمل مع المجتمع الدولي لنصل إلى مستويات كبيرة في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وأن نوجه تمويل العمل المناخي في هذا المجال. أيضا هناك الكثير من الجهود التي يتم بذلها من خلال تشجيع الدول مرتفعة الدخل على المشاركة في هذه البرامج، وتقليل تصدير الوقود الذي يتميز بنسبة كبيرة من الكربون. وفيما يتعلق بمشكلة التضخم، فإننا يجب أن نتبنى سياسات لزيادة الإنتاج بطريقة مستدامة لكي نستجيب إلى نقص الغذاء والطاقة والأسمدة. هناك الكثير من الإجراءات التي تم اتخاذها، وهناك الكثير من المسؤولية التي يجب اتخاذها والتي يجب
تبنيها لتقليل الانبعاثات وتوفير المياه والكهرباء للبشر، وهذا يمثل انتقال للمجتمعات. نحن أيضا في كوب 27 لدينا العديد من التوصيات الخاصة بزيادة التمويل المناخي الخاص بنا، وكذلك الحاجات الخاصة بالبنك الدولي لزيادة التمويل الخاص بالسلع والبضائع العامة. أنا أرحب بكل هذه المبادرات وكل هذه القرارات، حيث أنها سوف تساهم بشكل كبير في حل المشكلة. المناخ يعتبر أحد التحديات التي تواجهنا جميعا، وهذا يشمل المجتمع الدولي وكذلك البنك الدولي أيضا، ونحن نتعامل مع جميع المؤسسات والمنظمات الدولية. وفريق الإدارة الخاص بنا قد بدأ في إعداد خطة عمل تشمل عمل الدول وكذلك الدول المشاركة وتقديم التمويل اللازم للتكيف، وكذلك المساهمات المقدمة من المؤسسات والمانحين والقطاع الخاص. هناك أيضا زيادة في الأزمات التي يواجهها العالم، وتحاول مجموعة البنك الدولي أن تستجيب لكافة التحديات من خلال العمل والتأثير. وشكرا. شكرا سيد ديفيد ماكلز.